منظمة يدا بيد البريطانية واحدة من المنظمات الطبية التي تعمل على علاج جرحى ومصابي الصراع في سوريا. تقول المنظمة إنها تغطي ما نسبته 90% من المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها. من بين تلك المساعدات 6 مستشفيات في أنحاء مختلفة من سوريا، 2 من تلك المستشفيات للأطفال. كما تقول المنظمة إن نحو 100 مستشفى ميداني يتلقى دعما منها ببعض الإمدادات العلاجية الضرورية. وتضيف المنظمة التي يعمل فريقها وسط ظروف بالغة الصعوبة إنها أول جهة اكتشفت تفشي مرض السل في سوريا بعد تراجع مستوى الخدمات الصحية جراء الصراع الذي دخل عامه الرابع. حول هذا الموضوع هذا وعمل هذه المؤسسة معنا في الاستوديو دكتور صفوان العبد الله، الطبيب في جمعية هاند ان هاند أو يدا بيد. أهلا بك دكتور صفوان. بداية أريدك أن تحدثني عن عملكم في سوريا، أين تعملون بشكل خاص؟ هلا نحن نعمل بشكل عام في جميع المناطق المحررة في الداخل السوري من الشمال للجنوب تقريبا، حتى في بعض المناطق المحاصرة نستطيع أحيانا إدخال بعض الأمور، بعض الأدوات، بعض المواد الطبية. هناك بشكل عام تركيز على الموضوع الطبي والإغاثي بشكل كامل، يعني ما في عندنا موضوع والله نحن في موضوع مثلا الطبي فقط، لا، نعمل في موضوع الإغاثي، في موضوع الطبي، في موضوع المياه، في أي موضوع ثاني. أنت كنت في سوريا صحيح؟ نعم. من فترة قريبة أخبرني عن مشاهداتك، أين كنت وماذا شاهدت؟ هلأ أنا أعمل في مشفى الأتارد، هو في الشمال الغربي من سوريا، وأعمل في مدينة حلب كمدير للمشاريع الطبية لمنظمة هاند إن هاند في حلب. المشاهدات كثيرة، خاصة مشاهدات القصف، وخاصة مشاهدات الجرحى، وخاصة موضوع الأطفال. العوز الطبي كبير والناس بحاجة لكل شيء، والناس بعد 3 سنين تعبت فعليا. بصف لي ذلك المشفى الذي تعمل فيه، يعني عندما نتحدث عن مشفى يخيل إلينا نحن الجالسون هنا أنه مشفى طبيعي عادي، عن ماذا نتحدث؟ هو مشفى طبعا لم يكن بالأساس مشفى، هو يكون مشفى بعد الثورة فعليا وبعد ما تحررت منطقة الأتارد. هو بالأساس كان عبارة عن مبنى فقط، فتم إدخال تعديلات عليه، تم تكبير بعض الأمور، تم تمديدات طبية، هذه أمور خاصة بالمشافي فعليا بشكل عام. فهو مشفى عبارة عن 3 طوابق تقريبا، نحاول نقدم أي شيء من غسيل كلية للعيادات الداخلية للعيادات. هناك تقريبا ما هي أكثر الحالات صعوبة التي تتعاملون معها في يعني بظروف كالظروف التي تمر فيها سوريا؟ هناك إصابات متعلقة بالحرب مباشرة، في مشفى كهذا ربما لا يحتوي على كامل التجهيزات المطلوبة. غالبا نعاني موضوع الاستقصاءات، يعني عندما يأتي مريض بحاجة لطبقي محوري أو بحاجة لسيتسكان أو بحاجة لمرآي عفوا، فهو بحاجة لكثير أمور نحن مو موجودة بالمناطق المحررة نهائيا، فمضطر نحوله لمناطق ثانية، نبعته لتركيا مثلا أو نبعته لمكان ثاني حتى يمكن يصور ويرجع، وهذا موضوع بيكون صعب كثير يعني علينا بالداخل. بينما بالنسبه لمرضى الامراض المزمنه، خاصه الامراض السرطانات، امراض السل، امراض الحالات المعقده شوي بالطب فعليا، فهي كمان موضوع متابعتها صعب. يعني حسنا ندخل نحن موضوع اجهزه غسيل الكليه حاليا في المشفى، في عندنا عدد كبير من اجهزه غسيل الكليه عم تقوم بهالموضوع هذا، بس فعليا يعني مطلوب منك تقومي بعمل دوله وانت بالاساس عباره عن منظمه بصراحه، وهذا موضوع متعب. كيف تجمعون الاموال والامكانات هلا انا تفاجات بصراحه وقت جيت لبريطانيا، صار لي تقريبا شي 17 يوم، تفاجات بالطريقه اللي عم يجمعوا فيها، وهي طريقه بسيطه وطريقه بصراحه الناس عم بتساعد بالكميات قليله، ولكن الله يجزيهم الخير. بس فعليا بشكل اساسي المنظمه عم تقوم بكل ما عليها كمنظمات، مثلا الدعم الدولي قليل جدا، لكن هناك بعض المنظمات التي لا تعمل في الداخل، يعني منظمة يد بيد تعمل في الداخل بشكل كامل، ما عندنا أي مشروع خارج سوريا، يعني حتى المخيمات اللي خارج سوريا ما متدخل فيها نهائيا. قرأت في موقعكم على الإنترنت أن لكم شركاء. هؤلاء الشركاء يعني هم عبارة عن مؤسسات تجارية أو بنوك أو حتى وسائل إعلام، إلى أي مدى هؤلاء يساهمون عمليا مساهمة مادية في تمويلكم؟ هلا هو موضوع التمويل بشكل عام، هو الشركاء المقصود فيهم اكثر من موضوع البنوك او هالامور هاي، هو المنظمات الاغاثيه التي لم تستطع الدخول لسوريا. يعني في منظمات ما عندها امكانيه او ما عندها كوادر على الارض السوريه، لمنظمه يد بيد في عندنا كوادر في حلب، في عندنا كادر بحماه، بحمص، بادلب،
في عندنا كوادر متخصصه موجوده عم تشتغل معنا صار لهم فتره طويله، فهالكوادر هاي بشكل عام عم بيستعينوا فيها بالمشاريع تبعهم اللي ممكن يقدموها، فبشكل عام المنظمات الثانيه هي اللي بتساهم معنا فعليا. لماذا تستطيعون انتم الدخول ولا يستطيع غيركم؟ قد نكون نحن ابناء البلد بالاساس، فنحن ما زلنا عم نشتغل من بدايه الثوره لحد الان، فممكن صار عندنا عمل منظمي اكثر او عمل مؤسساتي اكثر من بقيه الاماكن. هناك ارتياب اجمالا في يعني ببعض المؤسسات التي تعمل تحت مسمى يعني المؤسسات الخيريه او الاغاثيه او يعني الطبيه. لماذا انتم خارج دائره الارتياب؟ هلا ودائما وقت عندما يكون الانسان في 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 وسط الحدث افضل ما يكون خارج الحدث وينظر له. هلا حاليا بشكل عام منظمتنا ضمن سوريا نحن اخذين تقريبا موضع وسط من جميع الكتائب الموجوده او من جميع الناس الموجوده في القتال، فلذلك نحن ما عندنا اي مشكله مع اي جهه ثانيه او مع اي جهه ممكن يكون لها هدف، بينما المنظمات الاخرى يعني ممكن تخاف انه ما جربت دخلت بصراحه او ما كان لا شيء على الارض بالاساس. كنتم اول منظمه تحدثت عن تفشي مرض السل في سوريا، لو تخبرني عن مدى الضغط الذي يتعرض له القطاع الصحي في سوريا، الى اي مدى فعلا سوريا اليوم مهدده بعوده ظهور امراض كان من المفترض ان يكون قضي عليها؟ هلا هاي الامراض دائما بتظهر في اثناء الحروب، اثناء وقت بتقل العنايه بتقل بتكثر الاوبئه بالاراضي الوسخ الكذا، فهذا موضوع يعني موجود في كل اماكن العالم وقت بيصير هتعم هالفوضى هاي. للاسف هذا الموضوع موجود عندنا بسوريا وظهرت انواع من السل وانواع معنده، يعني في حالات حتى على الدواء علاج السل الروتين اللي بنستعمله ما كانت تستجيب بصراحه، فهي حالات معنده وغالبا غالبا غالبا تؤدي للوفاه. فهذا موضوع كان كثير مزعج بصراحه، ولذلك حاولنا يعني مثل موضوع شلل الاطفال اللي ظهر وموضوع شلل الاطفال اللي قمنا فيه بصراحه. موضوع شلل الاطفال نعم. فهي هاي الامور بتطلع بتظهر بشكل شكرا عام. لك دكتور صفوان العطله الطبيب في جمعيه هاند ان هاند او يد بيد لسوريا، وبهذا نصل الى ختام حلقه اليوم من العالم هذا المساء، الى اللقاء.